إلى جانية تربوي وفي مبادرات أخلاقية إيجابية قل ما تحدث في مجتمعنا. وحيث قام أحد التلاميذ وبعد كسره لأحد الأقفال قسم مؤسسته التربوية بالمسيلة قام بتعويضه عن طريق شراء قفل جديد من ماله الخاص. التفاصيل مع فاروق خضراوي ووردة أخشيش. كثيرا ما يذهب التلميذ في وقتنا هذا ضحية النظرة السطحية من منظور الأخلاق، لكن ما أثبته محمد مرزوق المتمدرس بمتوسطة بشوش بشير بولاية المسيلة عكس ذلك، فبعد كسره لقفل أحد الأقسام بالمؤسسة دون قصد قام بتعويض ما تم إفساده من ماله الخاص. كنت نقرأ العشر صونات، كنت نخرج بعد شديت قفل تاع الباص كنت راح نخرج بعد جدي نفتح الباب تكسر في يدي، ما كان حتى واحد عارفني. كي وليت للدار رحت شريت الباص وقدمته للمغتصب. شراء قفل جديد هو ما قام به محمد للتكفير عن ذنبه، فبعد أن تقدم به لإدارة المؤسسة التي استغربت لهذا السلوك قامت بتكريمه جزاء لسلوكه الحضاري. نحن كأساتذة وكعمال بهذه المؤسسة كامل، المستشار التربية والرقابة، كل عمال، يعني هذا التصرف أثر فينا، فأحببنا أن نرسله وأن نريه لجميع الجزائريين. التصرف الأخلاقي الذي قام به محمد أعطى انطباعا إيجابيا كبيرا لدى الطاقم التربوي للمؤسسة، آملين أن تأخذ المبادرة أبعادا أكبر داخل المدرسة الجزائرية.